وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين وما ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم ما لا تملك نفس والأمر يومئذ لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون
وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ الذين يكذبون باليوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصال الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك كتاب مرموم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم.
على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تستسليم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين يضحكون وإذا ما مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى وَإِذَا رَأَوْا قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل من الكفار